8 ساعات طافي، 9 ساعات طافي. أزمة الكهرباء تعصف بمدينة عدن، حيث شهدت المدينة انقطاعا طويلا في التيار الكهربائي استمر لعدة ساعات نتيجة انفجار المفاتيح الكهربائية. أنا معي الوالدة مريضة، عندها ضغط، عندها استماء، في كوليسترول. يعني هذا مش أنا بس، مشكلة عشان نفسي، يعني آلاف الناس، ملايين الناس تشكي من هذا الشيء، وخاصة يعني ذي الفترة انقطاع وحماة غير طبيعي. أبسط حاجة في الحياة الكهرباء، لا كهرباء ولا ماء. حتى صاحب الماء نروح نكلمه، ليش الماء مقطوع عندنا بير أحمد رغم الآبر عندنا؟ يقول لك الكهرباء مش موجودة. طيب أقل حاجة وفروا كهرباء للكمب، يعني آبار المياه، يعني بحيث الناس تستنفع بالماء. ما فيش ماء بعد إيش؟ بعد الكهرباء. نحن نعاني هنا كما تشوفون من قطعات الكهرباء المتكررة دائما. باليوم أمس طفت علينا المغارب 6 ساعات 8 ساعات، وضحيتها ناس مواطنين من أمراض السكر، من أمراض الضغط، توفى علينا بالحافة 2. الحمد لله، نناشد المسؤولين أن ينظروا علينا بعين الرحمة. خالد يعمل في ورشة الألمنيوم، حيث واجه مشكلة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء لفترة طويلة. هذا الانقطاع أثر بشكل مباشر في قدرته على العمل، كون معظم المعدات التي يستخدمها تعتمد على الكهرباء. الكهرباء مشكلة كبيرة جدا، ونرجو من الحكومة معالجة الوضع الحالي، لأنه تعطل بالوراج والبيوت والناس يتأذوا كثير، وأصحاب الأمراض، وهذه سبب لنا أزمة كبيرة جدا. هنا تحدثنا للذين يعانون بشكل خاص من هذه الأزمة، حيث يشتكون من تأثير الانقطاع الكهربائي على حياتهم، ويزداد الوضع صعوبة بالنسبة لكبار السن المصابين بأمراض مثل ضغط الدم والسكر. واجهنا مشكلة في هذا الوقت في بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترة زمنية طويلة، وهذا مما يؤدي إلى أصحاب يعني الأمراض المزمنة غير قادرين على تحمل هذه الانقطاع بسبب الكهرباء. فلذلك أصحاب الأستما، أصحاب الهيبرتنشان، أصحاب كذا مش قادرين يعني يتحملوا الوضع أو يعيشوا هذا الوضع بسبب انقطاع التيار. كهرباء ما فيش كهرباء، ولا نحصل كهرباء ولا حاجة، جالسين بالرع مثلنا حماء. هذا الانقطاع يضيف عبئا ثقيلا على المواطنين، خاصة في فصل الصيف الحار، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات الطبيعية، مما يفاقم معاناة السكان. وهنا تزداد التحديات مع كل ساعة تمر بدون كهرباء، مما يؤثر سلبا على الصحة العامة. مشكلة الكهرباء في عدن لا تزال معقدة، ولا توجد حلول جذرية لهذه الأزمة، مما يترك السكان في حالة من الإحباط والقلق. مازن الشعبي، اليمن اليوم، عدن.